أنا وأبوكي حاسين أنه ظلمناكي بهالزواج كتير. لأنه يلي بحب حدا بيخلي عينه عليه. لوين رايح؟ ما دخليك. طيب، فيك توصلني عبيت رفيقتي أيام؟ لا ما فيني، ما عندي وقت. أنت بدون فائدة عطول؟ معقول إذا الواحد طلب منك طلب ما بتلبيه ليكون البيت قريب؟ إذا قريب لهالدرجة روحي مشي، المشي منيح لصحتك، اعتبريه رياضة. بس أنا هلأ تعباني، لك عم قلك وصلني، أي ما رح يصير لك شيء أيان، ليكو البيت على طريقك. عن جد؟ بتضلك دايرة برا البيت، نضبي أحسن لك، ولا قلك؟ أنا ما رح وصلك. شو هالبنات هي؟ خلص اطلعي، رح وصلك. قديش لسه بعيد بيت رفيقتك؟ صار لي ماشي أربع شوارع وما كنا نوصل. معقول ما فهمت لهلا؟ أنا ما بدي روح على بيت رفيقتي. نعم؟ شو بدك لكان؟ شو رأيك؟ نروح نفطر بشي مكان؟ نفطر؟ أنت أكيد مجنونة، على نفطر. فهمني ليش متفاجئ كل هالقد يعني؟ أنا بعرف إنك ما فطرت اليوم الصبح. وليش أنت عم تتجسسي علي؟ لأنه يلي بحب حدا بيخلي عينه عليه. اسمه اهتمام مو تجسس. من وين طلعتي بهالحكي؟ هاد اسمه تجسس. وبعدين معك أيان، أنا بحبك من لما كنا صغار، مع أنك بتعرف هالشي كتير منيح، بس مع هيك ما بتهمك مشاعري أبداً. لك شو بدك مني أنت؟ نكون رفقات. ثانية، أنا متزوج. شبك، أنا بعرف أنك متزوج، وبعرف كمان أنك مانك متقبلة من كل قلبك. اسمعني، أنا برأيي تطلعها من حياتك، إيه لأنه هي ما بتحبك كمان. اللي شو فائدة هالزواج؟ أنا حاسة فيك يا أيان، أنت بتعرف إنه حبك عم يكسرني من جواتي؟ عم يكسري؟ إيه مو مبين، حاجتك كذب. تعرف شو الحل لهالقصة أيان؟ ما بعرف ولا بدي أعرف، يومي كله انتزع بسببك، لك حلي عني بقى. لك قديشك عنيد؟ نزعتي صباحي الله ينزع صباحك، فيك تضلي ساكتة؟ شو هالنهار هاد؟ يا ريت ما طالعتك. وهي وصلنا، انزلي. تعرف شو أيام؟ يا ريت لو نطلع أنا وياك كل يوم هيك مشوار. ايه بحلمك وبس. بس بتعرف شو بيقولوا؟ هي اللي بيحلموا دائما حلمهم بيتحقق. لا كله حكي فاضي مو أكتر. والمرة الجاية روحي لحالك. شكرا يا حلو. تفضلي. منتهى، ليش حسيت انه انتي انزعجتي مني وقت طلبت منك انك تساوي لي فطور؟ شو القصه يا ترى؟ صدقيني انتي احساسك غلط مانو. ايه مو شايفه كيف تعابير وشك؟ ثانيه تعالي افطري يلا. انتي كلي، اساسا مو جوعانه، لانه اليوم انا وايان رحنا فطرنا الصبح سوا حلاوه وشاي، شو رايك؟ عن جد؟ ايه بس ليش الكذب؟ الاكل كتير كان طيب. بس أيان وعدني نضل نروح سوا لحتى ناكل. شو القصة يلا حكيلي، ليش كتران المشاوير بينك وبين أخي؟ عم تسأليني عن السبب؟ لأنه أنا وأيان رح نصير شخص واحد. عن جد؟ إيه مانو، صدقيني رح تسمعي أخبار حلوة عن قريب. بتعرفي ثانية، قد ما قلتلك إني مبسوطة فأنا كتير مبسوطة. كنت دائماً أحلم إنك تكوني مرت أخي، بس سبحان الله كيف قصة العرس المفاجئ كيف طلعت لنا وخربت لنا كل شيء. ولا يهمك، انسي الماضي، نحن هلأ أولاد اليوم. هلأ أيان عرف غلطه وندمان عليه، عرف إنه لما تجاهلني وطلعني من حياته كان غلطان كتير. هلأ كل شيء تغير. أنا كتير مبسوطة، تعرفي يا هيك الأخبار الحلوة يا أما بلا. هلأ نهاري رح يصير منيح. يلا، لكن بمناسبة هالأخبار بدنا كاسة شاي. أخدي لكان، لساتها سخنة. إيه ليش لا؟
بالمناسبة منتهى بتعمل شاي طيب كتير. اي طبعا، ما هذا اللي شاطرة فيه وبس. दर्द मेरे ये आँखों से बहते हैं चुप हो जुबां तो ये दिल से कहते हैं कैसी उलझने हैं कैसी छाई बेबसी सलाम अलैकुम وعليكم السلام أمي، كيفك؟ شوفي منتهى، كل شي منيح بنتي؟ ايه أمي كل شي منيح، وأنتي منيحة؟ مو مبين إنك منيحة. أنا مرشحة شوي بس مو أكتر من هيك. أنا رح أجي لعندكم لكان، وينك أنتي؟ بالمكتب مو؟ لا أمي أنا بالبيت اليوم وما رحت على الشغل. ما تاكلي هم، انا بس كنت مشتاقه لك لهيك قلت لحالي بتصل فيكي. ليكي بنتي اسمعي، لا تخبي اي شيء عن امك. انا وابوكي منعرف منيح انك مو مبسوطه ببيت حماكي. لا هالشي مو صح، انا كثير مبسوطه هون. بس من وين جبتي هالحكي؟ حماتك ساجدة قوية شوي مو هيك؟ لا مو هيك، هي بتبين هيك بس قلبها طيب كتير. تعرفي إنه أحياناً هي بتبهدل مانو أيان بس كرمالي أنا؟ عن جد؟ ليش لأكذب عليكي يعني؟ ما بعرف بنتي، أنا وأبوكي حاسين إنه ظلمناكي بهالزواج كتير. هالحكي مانو صحيح، الزواج هو اسمي ونصيب وأنا رضيانة باسمتي ونصيبي شو ما كان أمي. طيب تعالي لعنا كم يوم لكان، بس طبعاً لحتى يطيب عمك بالأول. لا أمي ما فيني إجي، عندي شغل كتير. منتهى؟ أي مرت عمي دقيقتين، ليتني رح إجي. أمي أنا بحكي معك بعدين، انتبهي على حالك. إيه